هنعمل دلوقتي ليالي لبنان اللي كنا المفروض نعملها امبارح وانا ايه ما كانش فيه وقت. اول حاجه هحط هنا في الووك حبه ماشي. المقادير جلاش مقطعه مربعات النهارده كله بالجلاش، خلاص مقطعه مربعات كده بالمقص او بالسكينه. عندنا قشطه، قشطه بلدي وقشطه عاديه، عندنا فستق، عندنا ورد مجفف، عندنا سميد اللي هو سميد البسبوسه، سكر، وكمان عندنا مستكه. دي ليالي لبنان بطريقه سهله وبسيطه جدا جدا. هحط بس شويه زبده كده عشان ايه، دي اللي هعمل بيها الجلاش. كوبايه السميد عليها لتر لبن، متخيلين بقى، ونفضل نقلب لحد ما تبقى زي العجينه الطريه. كوبايه السميد عليها لتر لبن، وبحط معاها مستكه وسكر. خلاص اهو نعمل كده اللبن، السميد، احط بقيه اللبن بس بحب احط شويه بشويه، السكر، المقادير بالظبط اللي موجوده عندكم، المستكه اللي هي بتدينا بقى الطعم بتاع ليالي لبنان اصلا. طيب هنجيب الفرشه اولا ندهن بيها كده كويس قوي قوالب الكب كيك. ماشي اوكي. هجيب ده، هنحط في كل واحده 3 تقريبا او 4، وهعملها ايه، هندهن كده ونعملها كده عشان ما تبقاش كتير قوي. خلاص ندهن ونعملها كده، هندخله الفرن يتحمر. رجعنا بعد الفاصل اهو، بصوا ليالي لبنان خلصت اهي. اللي هو البودنج ده اللي هو عباره عن سميد البسبوسه مع اللبن، بس بصوا بقى انا هنا كاتبه لتر لبن خلاص مع كوبايه السميد. انا مش عايزاكم، انا عايزاكم تحطوها وتشوفوا على حسب، لان كل نوع سميد على فكره مختلف. ماشي بصوا، يعني انا هنا حطيت 3 ارباع لتر من اللبن. هنحط، لان انا لسه هزود حاجات، هحط قشطه وهحط معلقه من الشربات، معلقه صغننه قوي 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 من الشربات اهي، ونقلب. الله الله، عايزه اقول لكم الريحه فظيعه بجد، فظيعه بجد. اي لا مش هعطس. هي ريحه حلوه قوي قوي قوي، لا ريحه الحلو ما يعطس، ريحه البهارات هي اللي بتعطس. هجيب بقى معلقه صغننه كده واحشي بقى الايه، قوالب الجلاش دي هحشيها كده. ليالي مفيش اسهل من كده، متهيألي ليالي لبنان سهله وبسيطه مفيهاش اي حاجه اهي.